يعني واحد الفرحه كبيره، خصوصا وانني قدمت مجموعه من الاعمال اللي باغي نشاركها مع جمهور مهرجان تيميتار اللي هو من اكبر المهرجانات اللي كاينين في المغرب وعنده صبغه عالميه. وفرحان كذلك بالتواجد ديالي في منصه الامل اللي هي من اكبر ليسين اللي فيها امكانيات كبيره. والجديد هو انني غنقدم اغنيه في الهوى سوا اللي هو ديو مع الفنان العربي إمغران، غتشوفوه اول مره ان شاء الله في لاسين. وكنبغي نوجه تحيه خاصه وكبيره للمنظمين ديال المهرجان وكذلك الصحافه ورجال الامن وكل شيء اللي ساهرين على هذا المهرجان اللي هو كذلك تيشكل واحد الدفعه ثقافيه واقتصاديه للجهه ككل، لانك ما كنشوفوا دابا الجهه ديال سوسنه الصدرعة واكادير بالخصوص ولات كتعرف واحد الانتعاش سياحيه وكبيره بزاف. وحنا كفنانين كنكونوا فرحانين اننا موجود نكونوا متواجدين دابا في هاد التظاهره الفنيه. صراحه راني حاولت نكتب لكم في لاسين اغاني الحمد لله اللي دارت نجاح كبير مؤخرا. الاغنيه ديال هكا عجبني راسي اللي يحبوها الناس بزاف، وكذلك الديو اللي حقق نجاح كبير اغنيه في الهوى سوا ديال كلش كيداوا مع الفنان الكبير العربي إمغران اللي غادي نقولها واخا غنربي واحد المفاجاه ولكن كنوجدوا ليها غادي ان شاء الله غتقدم لايف في مهرجان تيميتار بواحد الشكل زوين. نتمنى ان شاء الله تعجبكم. واكيد يعني انا كنحاول نخلي التجاوب ديال الجمهور هو اللي من بعد ما كنبقاش نعطي دائما واحد الترتيب الاغاني ديالي، كنخلي الترتيب هو يعني الجمهور هو اللي كيحددو. كنبدا الاغنيه الاولى والثانيه وكنخلي الجمهور كيحدد الطلبات باش تمشي مع ها هي. والجمهور ديال اكادير هو جمهور رائع جدا، دائما كنلقى منه غير ترحيح ولي كومونتير ايجابيين وهادشي كيفرحني. شكرا استاذ. نبدا بالشق الثاني من السؤال هو الانتشار. يعني كاين جوج العوامل، العامل الاول يعني النجاح كيكون باين، يعني كاين نسب مشاهده وكذلك دابا كتشوف الاغنيه كتردد يعني في مجموعه من المواقع تيك توك فيسبوك انستغرام الى ما ذلك. وكذلك الطلب ملي كيكثر على الفنان الطلب في المهرجانات الداخل والحفلات كذلك، هذه معيار من المعايير ديال النجاح الأغنية. وكذلك معيار من معايير استمرارية الفنان هو التنوع، باش الإنسان ميبقاش غادي بواحد النمطية كما شافوا الناس. يعني حاول اللون الشعبي، اللون التراثي، اللون الأمازيغي، اللون التغيب وتبان كذلك اللون العاطفي، يعني شوية للرأي، ولكن كيبقى القالب الأساسي هو لوساتور كما تنقولوا، هو التراث المغربي ديالنا. أكيد يعني غيكون اجتهاد ان شاء الله مستقبلا في لهجات اخرى، مي في هذه الاونه غادي نركز فقط يعني على ما هو تراثي. انا التراث المغربي ديالنا زاخر جدا جدا، يعني من بارجا للويرات نشوفوا يعني كاين مجموعه من الاهازيج، يعني شافوا الناس باللون الاطلسي، باللون السوسي، باللون الشعبي. غادي يكون اجتهادات اخرى باش نشوفوا ان شاء الله في الوان اخرى، باش لان مازال الجعبه ديالي بزاف ما نعطيش. شفنا في عمل ديو مع العربي إمغران وطبعا حققت نجاح كبير. من بعد هذا النجاح واش كتفكر تعاود تجربه ديو مع فنانات اخر؟ واش حضر عندك فكره؟ واذا كان عندك شي هذه الفكره حضره، شكون الفنان اللي في بالك حاليا؟ الصراحه اولا بعدا كنبغي نوجه تحيه كبيره للفنان الصديق العربي إمغران، ويعني فرحان بزاف بنجاح ديو اللي كيحمل واحد الرساله هي وحنا في الهوى سوا، يعني إيران مناش كيداوا، يعني كلشي بحال بحال، يعني حنا في واحد القالب ديال التسامح، واحد القالب ديال الأخوة، يعني تسوى الإنسان يعني ناطق بالدارجة أولا بالأمازيغية، حنا بحال بحال مكاينش إشكال، وهذا هو الأساس والمضمون، وأن الفن كيجمعنا رغم اختلافاتنا العرقية واختلافات الثقافية. أكيد أنا نتشرف أنني ندير ديو مع قناة الفن الأمازيغي كذلك، يعني الفكرة السحراني يعني مع الشريفه كذلك في الاطلسي مع يعني الفنان الفيصل، يعني عندي مجموعه من الاسماء الفرنسيه اللي تشرف انني ندير معها اليوم، لان كما تنقول تصالح الاجيال او توافق الاجيال تيعطي واحد النتيجه زوينه
حتى هذا الجيل الجديد كيقول يستمتع بالتراث الامازيغي. وهذا باغزومبل انا عندي واحد المثال مثلا بهره بهره كما ديال بهره بهره كان بزاف ما كيعرفهاش ولكن بمجرد ان درتها ولا لي زونفون كيقلب يعني كيقلبوا عليها وكيشوفوها يعني هذا هو الدور ديال الفنان انه يحيي الموروث الثقافي ولان مزيان اننا نركزوا على ما هو عصري يعني نشوفوا ما هو كما تنقولوا انترناسيونال ولكن ما ننساوش الاصل والاساس. كما شتي كنت متابع مؤخرا حاولت يعني درت بعد الدوره ديال العروسه المغربيه المخزنيه ديالنا في اغنيه الف اليوميه او كشف العرس الف اليوميه حاولت ناخذ يعني اشهر الاغاني المعروفه التراثيه ودرت لها فيديو كليب يعني عرس مغربي عصيف. كذلك كانت اغنيه تشوفوا ما يوم الحال دون الناس في سنه 2017 كانت اغاني كذلك اغنيه رجال الله وجواد الجواد غير هو قبل الواحد ما كيدير شي حاجه خاصو ضروري يعني يستشر مع صاحب الفن الاصلي الاغنيه الاصليه من اجل الحقوق وما الى ذلك وكذلك انه يشوف الطريقه اللي غادي يقدر يوصل بها الاغنيه توصل لاكبر شريحه. انا هذه الفكره على الراس والعين ديالي دائما يعني كامل الشرف انني نديرها وان شاء الله ناوي انني ننوع بها الريبرتوار ديالي وكما قلت هذه غتغني لا الخزانه الموسيقيه المغربيه كامله وكذلك الريبرتوار ديال زكريا الغفوري لان كفنانين شباب كنحملوا على العاتق ديالنا اننا نخلي التراث ديال البلاد دائما. شكرا استاذ. يعني انا نتكلم على نفسي انا الكلمات دائما كنحاول نلتقيها يعني كما تنقول بدقه يعني لا الاغنيه توفين ولا اغنيه بهره بهره يعني الاغنيه العاطفيه على اغنيه اسكت الشريف عند القيم يعني فيها هي زجل كلمه زجل يعني مأخوذة من الامثال الشعبيه ديالنا. يعني كاين اغاني اخرى بحال شوف الزمان كيف الدور مع خضر خاص وباعور كنحاول ما امكن ان نقي الكلام ولكن بعض الاحيان باش تسير الموجه اللي كاينه كنحاولوا نبسطوا يعني كلمه هذا لا يعني ان هناك ازمه في الناس عندنا شعراء وكتاب مستوى الراب راه فيه على بالنسبه للجيل القديم وكذلك كاين كتاب الجيل الجديد يعني اللي الى سمعتهم تيكتبوا تقول هادو راه عايشين في القرون الوسطى بحال الكاتب يونس ادم الكاتب ديالنا الملحن انور القدور اللي كتب اغنيه كوفين وبهره بهره هو فقط يعني دابا هو عنده 27 سنه. انا كنتكلم على نفسي كنحاول نلتقي الكلمة ولكن في نفس الوقت كنقول كاينه حريه ولكن في قيود الجمهور اللي كيحكم عليها في الاخر لان ما هو مبتذل ما هو خايب راه مع الوقت غير كيطفى يقدر يدير البوز والبوز غير كيطفى. اما الاغاني اللي كتكون على اساس فيها كلام القيود زوين كتبقى عايشه كتغنى في الاعراس والحفلات وكتبقى عايشه لحد الان الدليل على ان لحد الان اغنيه مثلا خرجتها شحال هذه ام تلقاها تتغنى في الاعراس والحفلات هذا اكبر دليل على الاستمراريه ديالها ولكن كما قلت يعني خاص يكون اجتهاد من الفنانين الاخرين باش ينتقيوا الكلمه لان الكلمه كتقصر سيرتو على لا جينيراسيون الجديده لانهم هما اللي اي حاجه كيتاثروا بها في هذا الظل ديال غير الوصول للكلمه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.